Alors, pourquoi ? Si tôt le matin, il était là, abusé de sa féminité, de sa fragilité, de sa naïveté. صغيرة يوم حطت كسدة ثقيلة على جسدي الصغير وكتمت يد متسخة على صرختي حتى صرختي كانت بحجم لم تصل إلى باب الغرفة. المديرية الإقليمية لوزارة الثقافة بتازة تستضيف اليوم فرقة تفسيوين للمسرح الأمازيغي بمدينة الحسيمة، ولنا الشرف الكبير لكي نستضيف هذه الفرقة التي حصلت على الجائزة الكبرى وجائزة الإخراج وجائزة الانسجام الجماعي في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي. هذا العمل المسرحي بطبيعة الحال الذي مثل المغرب في هذه التظاهرة وكان له وقعا كبيرا على مستوى العربي والدولي، ومدينة تازة تستضيف اليوم هذا العمل الفني الذي يتميز بكونه عمل سنة 2022 بالنسبة للعروض المسرحية التي أنجزت هذه السنة. طبعا هذا العرض بدعم من وزارة الثقافة، وبطبيعة الحال الفرقة تقوم بجولة مسرحية عبر ربوع المملكة، وبطبيعة الحال بعد حصولها على هذه الجوائز لم تأبأ من وزارة الثقافة بأن تعرف هذه المسرحية للجمهور الجمهور المغربي عبر المدن والأقاليم. فبطبيعة الحال نحن في مدينة تازة نحاول بالتنسيق مع الإدارة المركزية في برمجة هذه الأعمال الفنية التي تشمل عدد من الفنانين المرموقين والذين طبيعة الحال لهم مكانة خاصة في قلوب المغاربة، وكلما نظمنا عرضا مسرحيا بتازة إلا وكان إقبال على هذه العروض وكان ارتياح كبير لدى الجمهور تازة الذي نعرف أنه جمهور مسرحي بامتياز. فمرحبا بفرقة تفسيوين، مرحبا بالصديق المخرج أمين نسور الذي قام بإخراج هذه المسرحية وتألق في إخراجها، وكذلك باقي أعضاء الفرقة المسرحية فرقة تفسيوين. شكرا. شطارة هو عرض كيتكلم على ثلاث نساء، ثلاث قصص، كل واحدة منهن يعني من منطقة معينة، هناك من إفريقيا من جنوب الصحراء والمعاناة ديالها مع الأفارقة الملونين الذين لا يحسبون لا على إفريقيا ولا على أوروبا، خصوصا أن أبوها يعني أوروبي. هناك المغربية من الريف التي تعاني من ويلات الاضطهاد، وأيضا هناك المشرقية التي تعاني من العشائرية والطائفية وأيضا النظرة الدونية للنساء. إذن هات ثلاث النساء قرر أن يهاجر إلى الضفة الأخرى ما وراء البحر، وما حددناش في أي منطقة أو أي رقعة جغرافية هما متواجدين، وإنما سميناهما وراء البحر على أساس أنهم يبحثن عن الخلاص المنشود، إلى أنهم يصطدمن بواقع آخر ويكتشفن بأن الخلاص الحقيقي هو في ذاتهن، في أفكارهن وفي اتحادهن، يعني اتحاد نساء الجنوب من أجل غادي أفضل. إذن مسرحية شطارة بثلاث لغات، باللغة الفرنسية واللغة العربية وأيضا بالدارجة والأمازيغية الريفية. العرض اللي طبعا حقق نجاح كبير ومهم على المستوى الوطني، وحقق أيضا نجاح مهم على المستوى الدولي، حيث أنه توج في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي بثلاث جوائز من أصل ستة: جائزة الأداء الجماعي، جائزة الإخراج، وجائزة أيضا الجائزة الكبرى. يعني منافسة اللي كانت
ما بين 14 عمل ومن مختلف الدول الأجنبية والعربية، وأيضا أمام لجنة اللي كانت مشكلة من مسرحيين دوليين لهم مكانة مهمة. إذن هذا التتويج التاريخي، لأنه المهرجان وصل 29 دورة، ومع عمر المغرب أو المسرح المغربي ما شارك في المسابقة الرسمية، هذه أول مرة يشارك في المسابقة الرسمية، فهذا الأول مرة تأتي بهذا التتويج المهم اللي كنعتبره حنا تتويج للمسرح المغربي ككل وليس للفرقة فقط. بعدها يأتي التتويج أيضا في مهرجان بغداد الدولي للمسرح، حيث أن العرض حصل على جائزة أحسن سينوغرافيا وترشح لجائزتين مهمتين، وهذه الإنجازات كلها جاءت ثمرة مجهود لفريق عمل مكون من 18 فنان وفنانة، حيث أنه ماشي بالسهل الاشتغال على رؤية فيها تجديد وفيها تنويع فني وفيها أيضا أساليب فنية جديدة.